انه كل المشروعات اللي تمت تقريبا تمت في وجه ابي في الصعيد، مش عارف هل في حاجه تمت في القاهره ولا دي حاجه. الحاجه الثانيه انه طبعا في مشروع اكبر دلوقتي مبادره السيد الرئيس الجمهوريه حياه كريمه، فلو الهيئه تدخل ضمن مبادره حياه كريمه ويبقى ليهم دور، لانه برضه مبادره حياه كريمه صحيح ما بتتمش في القاهره لكن بتتم في محافظات اخرى. الحقيقه انا سعيد النهارده بالدعوه الكريمه من هيئه اوبتيك اورفان. الحقيقه طبعا الشراكه مع الجمعيات الأهلية ومع المجتمع المدني ومع الدور اللي بتقوم به الهيئة، الحقيقة ده دور مهم جدا، ومش هنقول دور مكمل، لا ده دور أساسي للدور اللي بتقوم به الدولة. أحيانا الجمعيات الأهلية بتنفذ وبتعمل شراكات وموضوعات زي التوعية وتمكين المرأة والوعي ويعني مشروع ابنات الغالية والأخت الكبرى. أنا شايف أنه الفكرة هايلة الحقيقة، ويمكن أنا طول حياتي العملية في الأحياء اللي توليتها سواء كان في دار السلام في منطقة عزبة خير الله، اشتغلت مع الهيئة ومع الهيئة القبطية الإنجيلية ومع جمعيات أخرى كثيرة وجمعيات تنمية المجتمع المحلي، يمكن في أحياء أخرى زي المعادي والبساتين ودار السلام ومصر الجديدة وحاليا كنائب لمحافظ القاهرة. الحقيقة أنا مؤمن جدا بدور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، ويمكن يعني مصادفة أنا حاصل على ماجستير بعنوان دور الجمعيات الأهلية في تطوير المناطق العشوائية بالتطبيق على منطقة زينهم. أنا عارف طبعا الدور الأساسي اللي بتقوم به الجمعيات الأهلية، طبعا الجمعيات الأهلية عندهم شوية مشاكل، لكن دور المسؤول التنفيذي إنه إزاي يفعل دور الجمعيات الأهلية وإزاي يهيئ الجو للجمعيات الأهلية بحيث إنه تقدر تشارك. يعني أنا على مدار حياتي العملية بعرف إن في جمعيات كتير عندها تمويل وعندها فلوس لكن مش قادرة تتحرك ومش قادرة تشتغل. دكتورة كريستين يمين مسؤولة عن هيئة كابتك أورفنس محافظة القاهرة عن مشروع ابنتي الغالية، وهو مشروع بيشمل الأختين، الأخت الصغيرة والأخت الكبيرة، بيعمل على 4 محاور رئيسية. هو محور التعليم والبنات المعرضة للسوء إنها تبقى متسربة من التعليم، محور البناء النفسي والتكوين النفسي، ومحور التعايش السلمي والمجتمعي، ومحور المبادرة والقيادة والتمكين للمرأة. ممكن برضو بفكرة عامة ايه اللي انتوا عملتوه داخل القاهرة؟ احنا بالفعل شغالين من 2002 في القاهرة، اشتغلنا في مناطق كتير جدا زي اسطبل عنتر، زي منشية ناصر، زي الدويقة، زي المطرية، اشتغلنا في احياء كتير شعبية جدا زي طبعا قرى الصعيد. وبالفعل المشروع كان ليه اثر كبير جدا على البنات، عندنا بنات كتير جدا كملوا تعليم، كملوا دراسات عليا، التحقوا ان هم بقوا متطوعين في جمعيات وفي هيئات دولية، البنات اتطورت من ذاتها، الاخت الكبيرة بيبقى ليها مصروف شهري فبتقدر ان هي تعتمد على نفسها وتعتمد على ذاتها وتمكن نفسها اقتصاديا، زائد الاخت الصغرى ان احنا بنحافظ عليها ان هي ما تبقاش شوربه، ان اهلها ما تطلعهاش من التعليم او تبقى عرضه لاي تصرف من التعليم. اشتغلتوا على حته برضه المسلمين والمسلمين بالظبط، جزء محور التعايش السلمي هو المحاور الرئيسيه جدا، وهو التعايش ما بين المسلمين والمسيحيين، وده فعلا على ارض الواقع وفي ارض الميدان، لان نص المشروع بيبقى بنات مسيحيه ونص بنات مسلمين. مشروع ابنات الغاليه طبعا هو من اهم المشروعات التنمويه، فيها بيتوفر حاجات كتير زي المواطنه، زي تحمل المسؤوليه، الشراكه، واهمها طبعا الشراكه وخاصه بين المؤسسات الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني. عرضت عليا زي ما انا قلت في الكلمه كده فكره المشروع، الحقيقه كنت مش عارفه هو هيدار ازاي، او ان دايما احنا بنتعامل على الاسر ما بنتعاملش مع على مستوى فرد واحد في الاسره كتضامن يعني. بعد ما عرضت اكتر من مشهد في الفيديوهات عن ورش العمل والتجارب الحقيقيه على ارض الواقع خاصه في القرى الصعيد المصري، الحقيقه فكره رائعه جدا، بتخلق من الاخت الكبرى فعلا حد مسؤول هيتحمل المسؤوليه، خاصه ان في اكتر الاسر المراه بتكون هي المعيله.
كون ان تحصل الشراكة بين المؤسسات وبعضها البعض لتدعيم الحكومة، ده طبعا اساس بناء المجتمع. تاني حاجة فكرة قامت عليها اللي هي إزابة الحاجز بين الأديان، المسيحيين المسلمين، خاصة ان قالوا النص بيستهدف المسيحيين والنص المستهدف التاني المسلمين. الحقيقة النهاردة كان لقاء ممتاز وأقصى بالرائع، جمع فيه قطاع كبير من جامعات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية اللي ليها دور إيجابي في التنمية المستدامة. بدون الجامعات الأهلية مش هيبقى فيه تنمية، لكن الدولة بتحط البنية الأساسية، بتحط الإطار العام، بتحط الإطار القانوني، ودور المؤسسات إن هي تترجم الهدف التنمية على أرض الواقع. هيئة كوبتك بصراحة لها دور إيجابي في التنمية المجتمعية، في نشر رسالة السلام الاجتماعي، في إنها تدوب الفوارق وأي نزعة طائفية عن طريق إن هي بتدمج كل فئات المجتمع في بطاقة واحدة. العمل الاجتماعي هو عمل بدون مقابل، بالتالي بيبقى العائد بتاعه عائد لا يقاس بالمعيار المادي، لكن يقاس بالمعيار الاجتماعي. كلنا بنحب بلادنا العزيزة مصر، لكن الحب ما يكونش بالكلام ولا باللسان، لكن بالعمل. احنا بنعمل على ارض الواقع، هدفنا هدف واحد هو تنمية بلادنا، تحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة، وده هو اللي هيؤدي بينا ان المجتمع المصري يكون مجتمع يرتقي في كل جوانب الحياة.